ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشه عدد من الملفات والموضوعات واكد مدبولي ان الحكومه تواصل الخطوات نحو دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعيه والزراعيه والتكنولوجيه ذلك من اجل سرعه انجاز تلك المشروعات والعمل على دخولها لحيز التشغيل وزياده الانتاج والصادرات والعمل على توفير النقد الاجنبي وفرص العمل كما اكد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومه تعمل من خلال اجهزتها المعنيه على تيسير اجراءات تاسيس الشركات وانشاء المصانع التي تعمل في مختلف المجالات من اجل زياده استثمارات القطاع الخاص